لسه مع اخبار الاهلي، وبدا محمود متولي المشاركه بشكل تدريجي في المران الجماعي، وده بعد تحسن حالته في الفتره الاخيره وفقا لنتائج الاشعه اللي اجراها للتعرف على نسبه التئام الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه السوبر المصري امام نادي الزمالك. وكشفت الاشعه عن تحسن كبير في حاله متولي والتئام تمزق العضله الخلفيه بنسبه كبيره، وبدا خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكل مخطط الاحمال الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق تمهيدا لعودته للمشاركه بشكل كامل في المران الجماعي. وهيسافر ان شاء الله محمود متولي مع بعثه النادي الاهلي. رجوع محمود متولي مره ثانيه النادي الاهلي اكيد اضافه كبيره. محمود متولي واحد من الصفقات الهامه اللي كان ابرمها النادي الاهلي، هيكون ان شاء الله اضافه اعتقد كمان يعني في حاله مشاركه محمود متولي في الفتره الجايه يكون اضافه كبيره، زي ما كان بيشارك قبل كده في مباراه السوبر او في المباراه اللي شارك فيها مع النادي الاهلي كان بيأدي بشكل كبير جدا، كان بيمشي بمستوى ثابت، خصوصا كمان في ظل معاناه النادي الاهلي في بعض الفترات من قصه السيرد باك. لا موجود محمود متولي ان شاء الله يقدر يرجع مره تانية يكون مفيد للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه.